ذلك بضع دقائق، ولكن هذه ساعدنا كثيرا، لذلك أنا نشجعكم على عملها. إذا أريد أن أقدم الآن السيد بنجامين في البرازيل، وهو مدير كاسا دي بوفو، والذي سيقوم بتيسير هذه الجلسة. بنجامين هو طبعا يعني يعمل في ساو باولو، وهو محرر وأيضا مدير ثقافي، يعمل كالمدير التنفيذي لكاسا دي بوفو، وهو مكان فني مستقل، ولديه ماجستير في علم الاجتماع وأيضا في إدارة الثقافة، وأيضا هو نائب المدير بسنترو دي كولتورا خداس جودايكا في بين عام 2009 بين عام 2009 و2012، وهو أيضا قام ب أيضا يعني هو أيضا كان يرعى ويعمل في بعض الأماكن مثل The 31st Bienal de São Paulo إلى آخره، وفي وبين عامي 2014 و2017 عمل أيضا في أماكن مختلفة، وهو منسق إقليمي، وأيضا عمل في برامج تبادل في أمريكا الجنوبية، وأيضا في مجلس السويسري بين عامي 2017 و2019. وأيضا بنجامين، أهلا وسهلا بك، وأعطيك الميكروفون، تفضل. شكرا لك جوستين، شكرا. وشكرا في التحدث عن هذه الأمور الفنية. هناك بعض الأمور التي كنت سأشرحها على جميع الأحوال، ولكن شكرا لك. إذن أهلا وسهلا، أنا سعيد أن أكون معكم، وأنا سعيد وأشكر التحالف على سماحي لنا بهذه الفرصة نكون مع بعضنا البعض. سوف أتحدث باللغة الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية العالمية إذا ما جاز التعبير، ولكن أنا سعيد جدا أن أستمع من الكل طبعا بالفرنسية والإسبانية والعربية. أنا سعيد جدا لأن أكون موجود هنا بينكم ونستمع من الأشخاص المختلفين الحاضرين معنا كما كان لديهم تعليق. إذن أنا سعيد جدا أن أكون جزءا من هذه الجلسة كأحد كميسر. أنا متأكد أننا سنتعلم الكثير. سأحاول أن أتحدث بشكل بطيء، وسأحاول أن أساعدكم أن تلتزموا بالوقت، لأنكم تعرفون لكل متحدث أو لكل شخص 15 دقيقة. عندما يكون لديكم 3 دقائق سوف أفتح الميكروفون وأقول لكم لديكم 3 دقائق. طبعا هذا ليس أمر شخصي ضد أي أحد، ولكن أريد فقط أن أذكركم بالالتزام بالمواعيد. أنا سعيد جدا أن أكون موجودا معكم فعلا، لأننا كنا نناقش أن هذا الأمر مهم جدا، وأعتقد أيضا لنقل أنه منذ 20 عاما كان هناك اعتقادا سائدا في مختلف المجالات، المجالات الاجتماعية وغيرها، أن الدين كان يغادر المشهد العالمي، وكان الناس يهجرون الدين. ولكن رأينا في خلال 20 سنة الماضية العكس تماما، ظاهرة الدين باتت أقوى وأكثر انتشارا، وهذا طبعا بسبب المزيد من التوتر، حتى رغم ما كما ذكرت جاستين وكما سمعتم البارحة أن الدين هو ليس دائما السبب، ولكنه أحد العوارض أو أحد الظواهر التي ربما تدفعنا لمعالجة بعض المشاكل التاريخية والسياسية والتوترات أيضا السياسية والاجتماعية والسياسية الأخرى. الدين هو ليس فقط سببا في التوتر، ولكنه يمكنه أن يكون أيضا أو يمكن أن يدفعنا لمناقشة، أو يمكن أن يكون مساراً للتنوع والاحترام واحترام الآخر. لذلك الأمر يعتبر غامضاً، عاملاً غامضاً في يعني قد يكون سبباً في الصراع وقد يكون سبباً في حل الصراع. لذلك من المهم جداً أن ننظر إلى ذلك ونفهم ما الذي يحدث على الأرض. هذا ما سنقوم بفعله اليوم. لذلك لا أريد أن أتحدث كثيراً وأعطيكم يعني تفاصيل أكثر، حتى ولو أنه لدي الكثير مما تحدث عنه فيما يتعلق بما يحدث في البرازيل حول القضايا المختلفة التي تحدث بين ما نسميه يعني ما يحدث بين أتباع الديانات المختلفة. لذلك أتمنى أن نتعلم الكثير ونستفيد مما سنستمعه من المتحدثين القادمين.
كذلك لنستمع لكم ولنرى ماذا سيحدث على جاستين. قالت كل شيء حول الترجمة وحول أنه من لا يتحدث يرجى منه أن يغلق الميكروفون، وإذا كان لديكم سؤال يمكنكم أن تستخدموا ميزة رفع الأيدي. ربما سأبدأ بتقديم المتحدث الأول. لدينا اليوم ثلاثة ضيوف، آسف إذا لفظت أسماءكم بشكل غلط أو بشكل غير صحيح. لدينا الأول هيرمين بول، وصححوني إذا لفظت أسماءكم. ولدينا مفيد الحق ولدينا أيضا سانجار. سوف أقدمكم بشكل مختصر. سنبدأ بهيرمين بول وأقرأ فقط بعد، يعطيكم فكرة سريعة عن هيرمين لتأخذون فكرة عن هيرمين. هي عالمة لاهوتية وهي أيضا تعمل في التراث الديني، وهي رئيسة ما يسمى بـ collections والبحث والعرض في متحف وانزليف هيغوب سولدا في أمستردام، وهي تقوم ب يعني تطوير بعض الأشياء إلى أشياء دينية في هذه المدينة، ويتعامل مع الجامعة الحرة في أمستردام، وتقوم بتطوير أشكال مختلفة من البحث إلى أشياء دينية متعلقة بالتنوع الديني في المدينة، وهي تعمل في هي أيضا بالنسبة لها موضوع التراث الديني والمجتمع، وكيف أن هذه المجموعات يمكن أن تمثل الأمل وتعزوه إلى التمسك الاجتماعي. أنا آسف بسبب لفظي في اللغة الهولندية. يقول إذن ستحدث عن متحف Our Lord in the Attic، وهناك طبعا بعض الأسئلة يمكنني أن أطرحها عليكم، ولكن أريد أن أسمع منك أيضا حول هذا المتحف وأهميته كأماكن أو كمكان يدعم حرية المعتقد وحرية الدين. نريد أن نسمع كيف أنك تستخدمون هذا وكيف تدعمون خارج هذا المفهوم، كيف تدعمون حرية المعتقد وحرية الدين، وكيف أنكم تربطون ذلك بالتمييز المعاصر ضد الأديان والمعتقد الديني. وأخيرا أهم شيء نريد أن نناقشه معكم هو ما هي الأفعال والأعمال والنشاطات والبرامج التي تقومون بتنظيمها لأيضا تعزيز حرية المعتقد وحرية الأديان؟ ما هي استراتيجياتكم ومن هم جمهوركم؟ هيرمين الميكروفون معك، تفضلي. شكرا جزيلا. أنا اسمي هيرمين بول، هذا هو اللفظ الصحيح لإسمي، وأنا أيضا راعية متحف Our Lord in the Attic. أنا سعيدة جدا أن أكون هنا بينكم لأشارك معكم وأعطيكم فكرة عن عملي ونتشارك بعض الأفكار. خلال 15 دقيقة القادمة سوف أخبركم وأعطيكم فكرة حول الوضع التأخيري في هذا المتحف والذي كان والسبب الذي أدى إلى إنشائه، وأيضا كان السبب طبعا تعزيز حرية الاعتقاد وحرية الأديان. بعد ذلك سوف أتحدث حول ما قمنا به لنشر التسامح الديني، وتحدث أيضا في هذه المدينة مدينة أمستردام التي تعتبر علمانية بامتياز. نتحدث أيضا عن بعض الأعمال والنشاطات التي قمنا بها. طبعا هذا المتحف يتحدث عن مكان لنشر الوعي. للأسف الصوت منخفض جدا. نحن متواجدون على بعد بضعة أمتار من كنيسة في أمستردام. ما الذي يجعل هذا البيت مخصصا هو أنهم يمكنكم أن تجدوا من خارج المكان أن هناك كنيسة في الداخل. هناك أجراس الكنيسة
ويجب أن ندخل إلى الكنيسة ونصعد بعض الدرجات الضيقة لنصل إلى الكنيسة. ومنذ عام 2015 كان هناك بيتا جديدا لتقديم المحاضرات والندوات التدريبية وغيرها. آسف على مقاطعتك، بما أنك تقرأين هناك مشكلة في سماعك، هل تستطيعين تحدثي بصوت أعلى؟ لو سمحتي، يجب هل أتحدث بشكل بطيء؟ المشكلة في سماعك، يعني تحدثي فقط بصوت أعلى إذا كان ممكن، شكرا. العرض الثاني لو سمحتم، والشريحة الثانية. في القرن السابع عشر الكنيسة المخبأة التي بنيت في منزل في قناة المنزل في أمستردام، الكاثوليكس لم يكن يسمح لهم لممارسة دينهم بشكل عام. من عام 1578، وعندما انتقلت إلى البروتستانت، هذا التغيير عن أن الكنيسات الكاثوليكية تم توقف عن عملها، وأيضا تم تفكيك هذه الكنيسة الكاثوليكية، والكاثوليكي لم يسمح لهم بأن يمارسوا طقوسهم الإدارية والدينية، وكان هناك تعصب عندهم، لم يكن هناك تسامح لذلك. ولأكثر من عقدين من الزمن كان الكاثوليك مضطرين إلى إخفاء هويتهم ودينهم. الشريحة الثالثة لو سمحتم. وفي منزلنا التاريخي في الكنيسة كان أيضا الدخول من خلال ممر ضيق للدرجات. هذه اللحظة زوار هذه الكنيسة يزورونها عن طريق الصعود في أدراج ضيقة، حتى إذا ما أرادوا الاحتفال بأي مناسبة دينية يستطيعون الوصول إليه. ما هو الوضع في هولندا في القرن السابع عشر؟ لماذا حدث الاضطهاد في هولندا؟ هذا كان ضمن الموجة العامة في أوروبا. الحقيقة كان هذا تسبب في خلق مبدأ أساسي في الدولة الهولندية، وهذا المبدأ نص على الحرية الدينية والدينية، وعلى كل شخص هولندي يستطيع أن يعتنق المذهب الديني والدين الذي يحبه ويستطيع ممارسة ذلك في العلن. هذه الحرية كانت فريدة جدا في القرن السابع عشر، وقد أثرت على كل المجموعات الدينية في أوروبا، وحتى هذه المجموعات بعد ذلك قامت بالهجرة إلى أمستردام للتواجد هناك وممارسة الحرية بحرية دينية على قدر ما يستطيعون. خلق ذلك مناخا من التسامح ما بين الأطياف الدينية. طبعا هذا الأمر لا يفترض بذلك الاحترام المتبادل، وإنما هو كان مناخ من التسامح العام. وحتى بدأت الأسئلة تطرح في الشارع، ماذا نعني بالتسامح؟ أسئلة التسامح والحرية الدينية تسببت بالقبول للمجتمعات أو مجموعات المجتمع المدني لبعضها البعض، وحينها قامت هذه الكنيسة بالخروج من ذلك المكان الخفي. ولكن انصبت الجهود بعد ذلك على التركيز على الجانب التاريخي من هذه الكنيسة، ماذا حدث في التاريخ وما هي أهم التاريخ، وجمع العناصر التاريخية والأغراض التاريخية. أمستردام هي مدينة تتمتع بالتنوع الديني الواسع، تنوع واسع جدا من الناحية الثقافية والدينية، حتى في المدارس، حتى في المدارس والمدارس التعليم المهني.
وهذا يعني أن متحفنا متحف ربنا في العلية رتب هذا النوع من التدريب وهذا النوع من التعليم الذي يستضيف فيه طلابا من سائر الثقافات والخلفيات الدينية ويخبرهم ويعلمهم حول نماذج التسامح والقبول. حتى يسمح ذلك بالشعب الهولندي أن يحترموا بعضهم البعض. في مجتمع الهولندي غالبية طلاب المدارس لديهم خلفية علمانية عندما يحضرون إلى المدارس، ولكن هذا الأمر يتطلب نوعا من التسامح والاحترام مع الطلاب الآخرين الذين لديهم خلفيات دينية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو غيرها من الديانات. وهذا ما ينعكس في نماذج التعليم والمواد الدراسية التي تعلم لطلاب المدارس في هولندا حتى يتحقق التسامح والقبول للطرف الآخر. على الرغم من ذلك، كل الناس في أمستردام يعتبرون أمستردام مدينة متسامحة. كيف لنا أن نصل إلى الجيل الجديد أو الجيل الشاب ونقدم في متحفنا التجارب التاريخية السابقة؟ ما هي أفضل الممارسات التي قمنا بها في السنوات الماضية؟ التسامح في والحرية الدينية هي أحد القضايا الشائكة والتي يفترض علينا أن نتعاون معها بطرق مختلفة حتى نحقق التسامح. التركيز على تجارب الشباب الخاصة بهم من التمييز والاضطهاد وغيرها، وبعد ذلك ينفتح المجال للنقاش ما بينهم وما بين أجيالهم الشابة، وكذلك حتى يستطيع كل شاب منهم وشابة التعبير عن نفسه وعن ماذا يواجهه في حياته العامة والحياة الثقافية. وهذا البرنامج قد استفاد من التجارب المدرسة في المدارس الهولندية. كذلك هنالك الدورات التدريبية التي تستهدف شرائح أخرى من المجتمع الهولندي. تم تدريب الشباب في هذه الدورات للتعبير عن مشاعرهم المختلفة، وهي أحد الدورات التي تعقد في مدينة أمستردام وتستهدف موضوع التسامح والحرية الدينية. بالإضافة إلى هذه الدورات هنالك برامج في المدارس، هنالك جالية للشباب أو مجموعة شبابية، مجتمع للشباب الذين يتبادل فيه الشباب وجهات نظرهم المختلفة حول الدين. على سبيل المثال يتناقشون حول مواضيع التسامح الديني من وجهة نظرهم الخاصة، حتى نضمن من خلال ذلك أن صوت الشباب يسمع بطريقة صحيحة. وهذا ما نعقده في نشاطات المتحف حتى نستطيع التواصل مع المجتمع المحلي الهولندي. وكلما انتهت مجموعة نأتي بمجموعة جديدة. الشريحة الخامسة، جزء من السياسات والاستراتيجيات من المتحفين أن نتواصل وأن نكون لنا اتصال مع المجتمع، أن ندعو الناس من المناطق الريفية وأن نضمنهم في برامجنا. بالإضافة إلى ذلك، إلى الزوار الاحتياديين، هنالك جمهور آخر من الزوار الذين ندعوهم ونستمع إلى قصصهم في متحفنا، سواء كان ذلك في معارض فنية أو غيرها. الشريحة السادسة، هيرمينا لديك 5 دقائق، لا بأس. مثال جيد
للمساهمة المجتمعية للمتحف هو المعرض الذي عقده المسلمون المسلمون والمسيحيون واليهود، والذي عقده فنان إسرائيلي يسمى إيران شاكينا. جزء من ذلك المعرض الشباب الذي قادهم إيران نفسه إيران شاكينا تحدث فيه عن التسامح، وطلب منهم القيام بفنون جرافيتي أو فنون جدارية للتعبير عن أهمية التسامح وقاموا برسم الرسمات في بعض الساحات، وتم عرض هذا المعرض للرسومات الجرافيتي في مبنى البلدية، وشارك الشباب المسلمون والمسيحيون واليهود في هذا المعرض، والذي عكس أهمية التسامح والقبول ما بين الأديان المختلفة. كل المنتجات من هذا المعرض كلها تصور فيديو وتعرض على اليوتيوب. الشريحة الثامنة. في أشهر الماضية كنا نعمل مع معهد التدريب الفني في أمستردام، وفي تعاملنا معهم قمنا ببرامج تدريبية للشباب الذين يعملون في مجال تصميم الموضة وتصميم الملابس. ويليام إن بولفو المصمم ساعد في هذا البرنامج. مع بعضنا البعض عملنا في إنتاج مجموعة من المنتجات الأزياء التي قام بها مجموعة من الشباب من خلفيات مختلفة، والتي تعكس أهمية الحرية الدينية والتسامح والهوية الجنسية. الآن هذه الملابس تنتج التي صمموها تنتج في البرتغال، وهي بتصاميم مختلفة، وتعرض الصور هذه المنتجات على منصاتنا في التواصل الاجتماعي. آخر مثال لدي مما نقوم به في متحفنا يعكس جزءا بحثيا كبيرا جدا نقوم به بالتعاون مع مؤسسة بحثية أخرى في أمستردام. في هذا البرنامج ندرس الطلاب أن يقوموا ببحوث بالبحث في مناطق مختلفة من المدينة لاستكشاف الأهمية التاريخية لهذه المباني. البيانات البحثية يتم جمعها وتعرض لعموم الناس. هذا المشروع البحثي سينتهي في عام 2025 عندما تحتفل أمستردام بعيدها المئوي. من خلال هذا البرنامج البحث نسعى لجعل الجيل الشبابي الجديد أن يستكشف المواقع التاريخية والأبنية التاريخية والأهمية التي تقع وراء هذه الأبنية، حتى يكون هنالك جسر من الوعي يبنى ما بين الجيل الجديد والتاريخ الماضي للبلد. هذه البرامج الثقافية التي نرتبها ساعدتنا في اعتناق الحرية الدينية ومساعدة زوارنا ومن يصلون إلينا في التعرف على أهمية هذا الجانب في البنية المجتمعية، حتى نصل إلى التسامح ما بين الكامل. شكرا جزيلا لكم على استماعكم. شكرا لك هيرمينا، شكرا على هذا العرض التقديمي، وشكرا على التزامك كذلك في الوقت، وشكرا لك على إعطائك لنا هذه النظرة على القضايا التي تتعقبونها في متحفكم، ومشاركة الزوار وجيل الشباب في هذه الأنشطة المختلفة التي ترتبونها في متحفكم. الآن سننتقل إلى من هولندا إلى بنغلاديش مع مفيد الحق،
وعفوا أعتذر عن النطق الخاطئ لاسمك. سأقدم لك، سأقدم الآن لمحة عنك. مفيد مفيد الحق هو مؤسس ووصي على متحف حرب التحرير في بنغلاديش، وهو أيضا مدير مركز دراسة الإبادة الجماعية والعدالة، حيث يطور هو رؤيته للسلام على الصعيدين الوطني والعالمي. كذلك هو المنظم الرئيسي لستة مؤتمرات دولية حول الإبادة الجماعية والعدالة في بنغلاديش، آخرها عقد في دكا في نوفمبر عام 2019. مفيد أيضا مؤلف وناشط اجتماعي ذائع الصيت، ألف أكثر من 10 كتب عن الدراسات الاجتماعية والثقافية والتاريخ، وحصل على جائزة أكاديمية بنغالا الأدبية وكذلك إيكوشاي باداك الجائزة الوطنية. يدير مشروع التاريخ الشفوي للمتحف الذي جمع أكثر من 60,000 شاهد عيان ورواية شاهد عيان عن التاريخ. يحتوي المشروع أيضا على ركن لتعليم السلام، ويشارك في تعزيز العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ومفهوم السلام والتسامح في المجتمع البنغلاديشي. والسؤال التي تطرحه على مفيدول في عرضه التقديمي هي التالي: كيف تستخدم موقعك من أجل التعامل مع العوامل التي تمنع الحرية الدينية؟ وكذلك ما هي الخطوات التي تقومون بها من أجل تعقب التطرف؟ وما هي الأنشطة التي ترتبونها وتنظمونها من أجل ضمان حرية الدين والتسامح؟ وما هي استراتيجيتكم العامة؟ مفيدول، الآن الوقت لك 15 دقيقة. كذلك أيضا بعد 10 دقائق سأخبرك ببقائي 5 دقائق. تفضل مفيدول. شكرا لك بنجامين. سأحاول الالتزام بالوقت. سأحاول النظر إلى واقعنا الثقافي وواقعنا التاريخي، وسأحاول أن أقدم لكم أننا في مكان مختلف وفي بيئة مختلفة، ولكن التحديات تبقى مشتركة. نحن نشعر بقوة على الرغم من مرورنا في فترة صعبة جدا من التاريخ، في فترة فيها ارتفاع لوتيرة التطرف. نحن نعتقد أن التاريخ هو بجانبنا، وسأحاول أشرح هذا بعد قليل عن طريق عمل متحفنا. أرجو أن ننتقل للشريحة الأولى. في عام 1947، بعد 200 سنة من الحكم الاستعماري، تم تقسيم شبه القارة الهندية، ولكن كانت طبعا السياسة كانت مطبقة، هي سياسة تفرق تسود، وتم تقسيم بنغلاديش وباكستان. طبعا هذا التقسيم حدث على أساس ديني، وهذه هي المشكلة الراهنة التي لا تنزلنا نعاني منها من حقبة الاستعمار. كانت هنالك حروب وقتال شرس جدا شهدته هذه شبه القارة الهندية من أجل قيام الدولتين. بعد ذلك كانت هذه بداية باكستان، بدأت انظروا إلى هذه الخريطة الخضراء التي تشاهدون فيها الغالبية الإسلامية، غالبية المسلمين على اليسار وعلى اليمين. طبعا هنا هذه المناطق تشهد تنوعا واسعا جدا من التاريخ والثقافة واللغات. وبعض الأحيان أقول إذا أردت، أستطيع أن أقول هنا دائما مثال الذي أقوله، لأنك لا تستطيع أن توحد إنجلترا واليونان لأنهما بلدين مسيحيين، لا تستطيع ذلك. وكذلك الأمر يرتبط مع باكستان وبنغلاديش. الدين يستخدم من قبل السلطة الباكستانية، ويستخدمونه دائما في تعامل مع جيرانهم وخاصة بنغلاديش. باكستان تستخدم دائما موضوع الأمة الإسلامية الواحدة، وتتجاهل الهوية الوطنية الثقافية واللغوية للشعب البنغالي الموجودين في منطقتنا.
طبعا منطقتنا هي منطقة يهيمن عليها الثقافة البنغالية سواء كان سياسيا ثقافيا واقتصاديا. الشريحة التالية. إذا بعد الرحلة دامت مدة 24 سنة مع باكستان، بدأت الحرب التحرير أو فكرة التحرر الوطنية وإزالة الهوية أو إزالة فكرة الأمة الإسلامية الواحدة، لأن الثقافة واللغة في المنطقة البنغالية تختلف تماماً عن باكستان. هذا الذي هذه الحركة حركة اللغة التي بدأت في عام 1952 بدأت هي كانت هي بداية الرحلة لاستقلال بنغلاديش. هذا كان هو التاريخ، أن الناس بدأوا بالحديث بلغتهم الأصلية اللغة البنغالية في مواجهة الدولة الإسلامية الموجودة في باكستان. إذن الدولة الإسلامية الموجودة في باكستان قامت بمواجهة هذا الأمر. أن تكون في بلد في بلد غالبيته من المسلمين مثل بنغلاديش كان صعبا صعبا جدا أن تغض الطرف عن الأقليات الموجودة سواء كانت الأقليات الثقافية أو الأقليات اللغوية. هذا الجانب من التاريخ هو مهم جدا بالنسبة لبنغلاديش في صراعهم من أجل الحرية الوطنية. و والذي نشاهده في كثير من شبه القارة الهندية أن الناس يلتزمون بلغتهم. وخلال هذا الصراع الذي نجم عنه حربا استمرت 9 شهور، ولكن كان هناك طبعا نتائج كارثية وحزينة جدا، حيث كان هناك الكثير من الضحايا، وهذه تعتبر أحد الأحداث الإبادة الجماعية والوحشية التي حدثت، حيث أنه كان تقارير كثيرة حول ما حدث، وطبعا كان ذلك أمام المجتمع الدولي، حيث 3 مليون شخص قتل في تلك الإبادة الجماعية، وأيضا 10 ملايين شخص أصبحوا لاجئين ونزحوا إلى الهند، و300 ألف امرأة تم اغتصابها. وكانت طبعا هذه الحادثة أكبر عملية قتل للمسلمين على أيدي مسلمين آخرين. وبالتعريف الإبادة الجماعية نعرف طبعا أن هذه الجماعات الدينية طبعا كانت لها أثرا كبيرا، لذلك نحن نعرف أن هذا القتال لا يحدث فقط بين أتباع الديانات المختلفة، ولكن حتى بين أتباع الديانة نفسها. وهذا طبعا درس مهم جدا في التاريخ لنتعلمه. الشريحة التالية لو سمحتم. الشريحة التالية. نعم، إذن حرب التحرير، الدروس التي استفدناها من حرب التحرير هو أن هذا الصراع الذي حدث في عام 1971 عندما تم تقسيم شبه القارة حول هذا الخط الديني، وطبعا الصراع الذي حدث، وأيضا ما حدث في القيمة الأساسية، يعني حيث أن كانت الأيديولوجية هي أن الهوية الإسلامية الشاملة أو الحصرية، وكانت طبعا ذلك عدم اتفاق وعدم تجانس الديني نجم عن ذلك. وطبعا بالنسبة للبنغلاديشيين كانت القيمة الأساسية هي أن يكون هناك الهوية الوطنية المدمجة الشاملة. أشرح هذا لو سمحتم.
ونحن نجد أيضا أن في السيناريو التاريخي أن الحالة أو أن الوضع هناك كان دورا يجب لعبه أيضا، وهو التسامح الإسلامي من خلال المشايخ الصوفيين، وأيضا من عكس ذلك في الفن والثقافة والأدب، والذين عبروا عن هذه الفلسفة بطريقة رائعة، وأولئك المنشدين أو المغنيين الذين يسمون ذا باول هم أيضا تجاوزوا هذه الهوية الدينية، وهذا يعتبر الشيء الأعظم في ثقافتنا. والفن البنغالي أو البنغلاديشي، وهناك طبعا أمثلة كثيرة على هذه التعبيرات البسيطة والمبسطة عن الثقافة، والتي تعكس التسامح والثقافة في بنغلاديش. أشرح التالي لو سمحتم. إذن سأتحدث بشكل سريع حول هذا التاريخ، أنه عندما بدأت بنغلاديش وعندما قامت كدولة مستقلة كان هناك طبعا بعض المبادئ الأساسية التي تم إدماجها وترسيخها في الدستور الجديد الذي يحمل الهوية الوطنية والقومية البنغلاديشية ومبادئ العلمانية والديمقراطية والتساوي والمساواة الاجتماعية. وأصبح ذلك احتفالا جديدا، ما يسمى باحتفالات السنة الجديدة البنغلاديشية، حيث يجتمع الناس في الصباح. وأيضا بعض هناك الأشياء التي قامت بتقديم الإلهام للأجيال الشابة والأجيال اللاحقة. إذن هذه هي الطريقة التي بدأنا فيها رحلتنا، ولكننا طالما يعني سراعا ما استمرينا. والتحدي الآخر هو عندما طبعا بالتعاون مع طبعا هناك بعض في بالنسبة لتاريخنا، طبعا كان هناك الكثير من الأمور التي تأثرت بها بعض الأحداث والتطورات التي حدثت. مثلا عام 1973 الحرب العربية بين العرب والإسرائيليين، والتي بدأت بما يسمى باقتصاد البترو دولار أو الدولار النفطي، حيث بدأت بعض المدارس الدينية أيضا في ذلك الوقت، وبدأ ما يسمى بالإسلام العسكري. الصفحة الثانية أشرح حتى لو سمحت، لديك فقط 4 دقائق مفيد الحق تنتهي. نعم حسنا. إذن وبعد أن حصل الجهاديين على الدعم من بعض القوى الغربية وبعض الكثير من الأشخاص الذين انضموا إلى هذه الحروب، ونحن نعرف مثلا السيناريو الذي حدث في عام في 11 من أيلول وما نتج عنه وما نجم عنه لاحقا، وحيث كان هناك أيضا كما ذكرنا يعني تصاعدا في الإسلام العسكري أو الإسلام القتالي. طبعا الآن هناك صراع في بنغلاديش حيث يتعلق بالتطرف الديني وهجومه على المشايخ وعلى المعابد الصوفية وعلى المهرجانات الثقافية. الشريحة التالية لو سمحتم. إذن هذا المتحف دور متحف حرب التحرير الذي تم تأسيسه في عام 1996 كجهد وطني، وهو يحاول أن يقدم التاريخ للأجيال الجديدة ويتمسك بالقيم الجوهرية للصراع. الشريحة لو سمحتم. ولدينا الكثير من البرامج، حيث أننا قمنا بإنشاء هذه التقارير وهذه البرامج فيما يتعلق طبعا البيان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا التعزيز السلام والتسامح في مجتمع تعددي، ومن خلال أيضا بعض النشاطات والبرامج وتشجيع الحوار بين الأديان، وأيضا المهرجانات الموسيقية التي تعزز تلك القيم. شريحة لو سمحتم. إذن لدينا هذا المتحف المتحرك وأيضا برنامج التاريخ الشفهي، المتحف المتنقل وبرنامج التاريخ الشفهي، حيث كان هناك حافلة تعرض وتسافر وتقوم ب يعني
تسافر إلى المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، حيث بدأ طلاب بجمع وأيضا الشهود العيان وروايات الشهود العيان حول التاريخ، وقدموا ما يزيد عن 60,000 شهادة من التاريخ الشفهي. البرنامج الجديد الذي نسعى إلى القيام به في المتحف هو تعزيز التسامح والانسجام الديني في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة، والذي سنبدأ به من خلال السنة القادمة، حيث سنقدم ذلك من خلال بعض الكتب المدرسية في عام 2022. إذن الدروس المستفادة هي أن التسامح الديني والإثارة وإثارة العنف في البلد هي محددة ومتعلقة بالبلد، ولكن لديها أيضا أبعادا إقليمية ودولية. وفي السنوات الأخيرة لاحظنا أنه كان هناك حملات كثيرة عبر وسائل الإعلام، وأحيانا قد تكون هذه منظمة بشكل جيد تدفع الشباب في المجتمع لفهم ما يجري في الحقائق، وأيضا أن يكون هناك مقاربة محلية للتعامل مع من خلال التركيز على التقاليد والطرق الجديدة التي يمكن أن نستخدمها لنواجه والتصدي لهذا الصراع. ونحن نشعر أن الثقافة والتعليم هما يعتبران مكونان قويان ومهمان يجب اختمام الاعتبار. الطريق قدما الآن والمضي قدما تعزيز ثقافة السلام والاستراتيجية لمجابهة حملات خطاب الكراهية على الإنترنت، وأهمية حوار بين الأديان، وأيضا التحالف الدولي أو إيجاد تحالفين دوليين لمواجهة هذه الأزمة العالمية. هذا ما نسعى إلى التركيز عليه في الأيام القادمة والشهور القادمة. أعتقد أننا يجب أن نعمل مع بعضنا البعض ونقف متحدين لنجابها هذا التمييز ونجاب هذه الأزمات العالمية التي تؤثر على الأديان وتشجع الصراعات الدينية. شكرا لكم ولإصغائكم. أشكرك مفيد، وشكرا على هذه المحاضرة. شكرا جزيلا، وأيضا لالتزامك بالتفاؤل بأن التاريخ سيكون إلى جانبنا، ومن المهم جدا أن أيضا هذا أنكم تعملون بمواجهة الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن نعرف أن الكاذبات لديها أرجل قصيرة كما يقول المثل الإنجليزي، ولكن الكذبة ولو أن لها أرجل قصيرة ولكنها تنتشر بسرعة وقد تتسبب في الكثير من المشاكل والسلبيات. لذلك يجب أن نكون دائما مستعدين لمواجهتها والتصدي لها. وقد تكون هذه القضية أهم بالنسبة للأجيال القديمة عندما يحصلوا على المعلومات، لأن معظم الشباب اليوم يحصلون على المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يجب أن نجد يعني الحلول المناسبة. أشكرك على محاضرتك. أريد الآن أن أقدم السيد سانجر يوسف، آسف إذا تلفظت اسمه بشكل غلط، سانجر يوسف أو سانجر يوسف، هو من العراق، من منظمة السلام والحرية في العراق، وهو المدير التنفيذي لمنظمة السلام والحرية، وهو محاضر في جامعة صلاح الدين في أربيل، لديه شهادة وإجازة جامعة في علم الاجتماع من جامعة صلاح الدين، ولديه شهادة ماجستير في علم الاجتماع من جامعة سنسناتي في الولايات المتحدة. يعتبر نفسه باحثاً وناشطاً في مجال الحقوقي، ويركز عمله على الأقليات والتنوع في التعليم وبناء السلام والتماسك الاجتماعي والتطرف العنيف والعنف ومنظمات المجتمع المدني العراقية، إضافة إلى حقوق العمال وحرية النقابات. لقد قام بنشر العديد من الأبحاث في مجلات وطنية ومجلات دولية، واليوم هو معنا لتحدث عن العمل الذي قاموا بتطويره. سأوجه له الأسئلة الآن، إذا كان بإمكانك أن تشرح لنا المنطق والسبب وراء مشروعكم مساواة لإشراك الشباب في العراق ولبنان وفلسطين. نريد أن نسمع الكثير حول مشروعك هذا، وأيضا نريد أن نعرف أن الأهداف الرئيسية لهذا المشروع وأي نشاطات محددة قمتم بها كجزء من هذا المشروع في إطار هذا المشروع. أيضا أخيرا سنجار، كيف تقوم بإشراك الشباب؟ وطبعا هناك ربما بعض العلاقات، ما سمعتم حتى الآن، كيف تقومون بالعمل
dimension of the project, right? مع هذه الأبعاد المختلفة لهذا المشروع بين العراق وفلسطين ولبنان وغيرها. الميكروفون معك، لديك 15 دقيقة، وسوف أقوم بمقاطعتك بعد 10 دقائق للتأكيد على أنه بقي لك 5 دقائق. شكرا لك سنجار، تفضل. Organizers of this event, and I'm. مرحبا جميعا، أهلا وسهلا بكم للمنظمين. أنا سعيد جدا أن أكون معكم هنا لأقدم هذا المشروع الذي يسمى مساوات equality، الذي يتحدث عن حرية الأديان والمعتقد في ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط، وهي العراق والأردن وهي العراق ولبنان وفلسطين. قبل أن أبدأ بالحديث عن هذا المشروع وأهدافه، أريد أن أتحدث بشكل مختصر عن السياق لحقيقة وواقع حرية الدين والمعتقد في العراق، ولماذا قد يعتبر هكذا مشروع أمراً مهماً الآن. هذا المشروع هو مشروع طويل الأمد. نحن ننفذ هذا المشروع مع 5 منظمات أخرى من هذه البلدان التي ذكرناها، مع دعم طبعا من وزارة الشؤون الخارجية في هولندا. قد تعرفون للتو بأن الواقع، واقع حرية الدين والمعتقد في هذه البلدان، هي مسألة تدعو إلى الشكوك، وهناك طبعا بعض الانتهاكات بحقوق بعض الجماعات والأقليات في هذه البلدان. خلال السنوات السابقة نحن رأينا كيف أن المجموعات المتطرفة مثل آيسس قامت بالسيطرة على بعض المناطق في سوريا والعراق، وكيف أنهم أثروا، كيف أثر ذلك بشكل كبير على هذه البلدان. وفي سياق العراق، لأنني طبعا أنا يعني الوضع العراق بالنسبة لي مفهوم أكثر ومعروف أكثر. طبعا لدينا الكثير أيضا من المشاكل في لبنان وفلسطين حول مسألة كفالة حقوق المجموعات الدينية. عندما تعلق الأمر بالإطار القانوني، هناك الكثير من المسيحيين أو النصرانيين. لماذا هذه المجموعات الدينية، لماذا لا يتم الاعتراف بحقوقهم ضمن هذه المؤسسات الدينية؟ مثلا والدساتير، مثلا الدستور العراقي، رغم أنه دستور جديد ومعاصر ومحدث وينبغي أن يكون أكثر ديمقراطية، لكن هناك الكثير من الثغرات على ما أعتقد التي قد لا تحترم ربما بشكل جيد أو لا تتجاوب تماما مع حقوق بعض الأقليات التي لم يتم ذكرها بشكل واضح في الدستور. إضافة إلى بعض القوانين، ليس هناك قوانين محددة تقوم أو تسعى إلى حماية حقوقهم، حتى ولو أنه كان هناك بعض مسودات القوانين ولكنها لم تترجم إلى قوانين حقيقية ورسمية. هناك طبعا بعض الجهود التي تطرح على البرلمان العراقي لتقوم بإصدار أو تمرير هذه القوانين التي تحمي حقوق هذه الأقليات. نفس الشيء ينطبق على لبنان، حيث هناك طبعا صراعا بين الطوائف المختلفة، بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وهذا يعني تسبب طبعا في الصراع وخطاب الكراهية بين المجموعات الدينية والمجموعات العرقية والإثنية المختلفة. وبشكل عام يمكننا القول أن الصراعات التاريخية تم تأثيرها بشكل كبير بسبب طبعا هذه المجموعات الدينية والطائفية، التي طبعا كما قلت مهد الطريق إلى أن يكون هناك خطاب كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا خارج نطاق الإنترنت. كان هناك طبعا بعض الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي تم انتهاكها بالنسبة لهؤلاء الأقليات. تم توثيق الكثير من هذه الانتهاكات التي حدثت. هناك طبعا أيضا المجموعات الدينية في العراق، هناك مثلا بعض الأماكن المقدسة والتي تم تدميرها، ولكن للأسف ليس هناك أي خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشاكل أو لمعالجة هذه الأمور وهذه القضايا والتي يجب تطويرها من قبل البلد. إذن هناك تمييز كبير ضد بعض المجموعات الدينية في هذا السياق، ولذلك وحتى يمكن أن أقول أنه عدم توفر الدراية الكافية والوعي الكافي
لدى هذه المجموعات الأخرى، لدى معظم الناس يدفعهم إلى عدم معرفة هذه المجموعات الدينية الأخرى. وهناك طبعا ثغرات كبيرة للحديث حول المجموعات الدينية الأخرى، هناك دائما مجموعة دينية تسيطر على كل شيء وعلى التاريخ وعلى كتب التاريخ وكتب الجغرافيا وأيضا النصوص الدينية والكتب الدينية. الأحزاب السياسية بنفسها أيضا تحاول أن طبعا تستغل هذه القضية لمصالحهم الخاصة، حتى عندما يكون هناك مجموعات دينية خاصة، حتى رغم الانقسامات بين مجموعة دينية وغيرها. وهذا طبعا نجم عنه كما ذكرت الكثير من خطاب الكراهية، ليس فقط بين المجموعات الدينية المختلفة ولكن حتى ضمن نفس المجموعة الدينية أحيانا. إذن ضمن هذا السياق أعتقد أن مشروعا مثل مشروع مساواة يعتبر أمرا هاما للغاية، وهذا طبعا سبب عملنا على تنفيذ هذا المشروع. إذن هل انتقلنا إلى الشريحة الأولى لو سمحتم؟ كما انتقلنا، إذن إذا ما نظرنا إلى الأهداف، أهداف هذا المشروع، فسترون أننا نريد من هذا المشروع أن يسهم في تعزيز وتقوية التماسك الاجتماعي والمساواة في كل من العراق ولبنان وأيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا نريد زيادة حرية الدين والمعتقد، ونتأكد من أن كل مجموعة عرقية ودينية تستطيع أن تمارس طقوسها الدينية بحرية. هناك كما ذكرت عدم وعي أو عدم توفر وعي كاف لتعزيز وتقديم الدراية والمعرفة حول المجموعات الأخرى. طبعا أحد الأهداف هو أن يكون هناك تعزيز حس المواطنة المشتركة، وأيضا أن نقوم بمواجهة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وغيرها. إذن هنا الأربع الأركان الرئيسية للتمييز التي نريد أن نركز عليها، التي نريد أن نسعى لاستخدامها للتخلص من التمييز في هذا السياق. لدينا على المستوى الأول أو التمييز على المستوى الاجتماعي، وسأتحدث في الشرائح القادمة حول النشاطات التي نريد أن نقوم بها، كما قلت من خلال نشاطات مختلفة لنتحدث عن تعزيز التماسك الاجتماعي بين المجموعات العرقية المختلفة في البلد، طريق جلسات الحوار ودعم هذه الأنشطة. كذلك نريد أن نركز أيضا على جانب مستوى السلطة وعلى جانب السياسي، حتى نعلم أن المجموعات الدينية لها صوت مسموع في الدوائر السياسية. كذلك الجانب الثالث نركز على التمييز الرقمي أو على الإنترنت، نحاول أن نواجه خطاب الكراهية عبر الإنترنت، نحاول من خلالها متابعة حالات الخطاب الكراهية التي توجه تجاه المجموعات الدينية. وهنالك تقارير تصدر من بعض الحكومات أو من بعض الجمعيات الغير ربحية المدنية حول هذا الموضوع. على مستوى صناعة السياسات نحاول أن نتبع التمييز في هذا الصدد، ونحاول أن نقوم بحملات مناصرة حتى نقوم بالضغط على صنعي القرار وعلى الحكومة حتى يتم احترام الحقوق المجموعات الدينية المختلفة. الشريحة التالية، المشروع الذي هو موجود لدينا، لديه أربع محاور أو أربع، أنا لدينا ركزنا المشروع في ثلاث بلدان. الشركاء المنفذون لهذا المشروع المحليين، كذلك المجموعات الشبابية في هذه البلدان، كلهم مجتمع مع بعضهم البعض، اجتمعوا على وتيرة أسبوعية وعلى وتيرة شهرية لمناقشة الأنشطة وتبادل الأفكار، وكيف لن نتعلم بعضنا البعض من العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. سأتحدث عن الأنشطة بعد قليل،
على سبيل المثال برامج التبادل وكيف للشباب أن يزوروا البلدان الأخرى وكيف يزوروا المنظمات ويستفيدوا. إذا دعونا نستعرض هنا أهم الأنشطة التي قمنا بها في هذه المبادرة. الأمر يعتمد على كل بلد على حدة. على سبيل المثال في العراق الأنشطة البحثية من الشباب، كذلك أنشطة الانسجام المجتمعي وجلسات الحوار، وكذلك ساعدنا الشباب في القيام بالبحوث بأنفسهم، وقد اخترنا المواضيع الخاصة بيرتبط بحرية الأديان، وبعد ذلك ننشر هذه الأبحاث عن طريق منصاتنا الإعلامية. كان هذا هو النشاط الأول. كذلك أنشطة الانسجام الاجتماعي المجتمعي وجلسات الحوار، والتي هي كانت جلسات شهرية ما بين المجموعات الدينية المختلفة في البلد حتى يتبادلوا الأفكار ويتحدثوا عن الوضع الحالي في وكذلك وضع الانتهاكات وكذلك القيود التي تواجهها بعض المجموعات، على سبيل المثال الكاكائيين الذين غير موجود ذكر لهم في الدستور العراقي. كيف لنا، كان السؤال، كيف لنا أن ننظم أنشطة حتى نضمن حقوقهم في الدستور العراقي؟ كذلك الأمر ينطبق على اليزيديين الذين كانوا ضحايا لعنف داعش الذي حدث بعد عام 2014، ومئات اليزيديين تم اضطهادهم من مجموعات راديكالية في البلد. كل هذه المواضيع تم التطرق لها خلال هذه النقاشات في جلسات الحوار. هنالك الكثير من النقاشات ما بين هذه المجموعات، وكذلك نقاش حول كيف للسلطات المحلية أن تدعم هؤلاء الشباب حتى يكونوا قادة محليين يستطيعون نشر الوعي في المجتمعات التي يعيشون فيها. كذلك النشاط الثالث متابعة الخطاب الكراهية الرقمي التي نتتبع من خلالها هذه الحالات، وننظم دائما جلسات حوار مع القادة الدينيين ومع الأكاديميين حتى نضمن أنهم كلهم يجتمعون مع بعضهم البعض حتى نواجه هذه الظاهرة، ظاهرة خطاب الكراهية. كذلك في النشاط الرابع لدينا نشاطات مناصرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني حتى نقوم بالتغطية على صانعي القرار وعلى الحكومة حتى يتم احترام حقوق المجموعات الدينية المختلفة. كذلك لدينا مخيمات صيفية للشباب من خلفية دينية مختلفة يجتمعون في هذه المخيمات لثلاث أيام أو أربعة أيام. ننظم لهم الكثير من الأنشطة التي تساعدهم، على سبيل المثال متابعة بعض الأفلام ومناقشة محتوى هذه الأفلام والقيام ببعض البحوث القصيرة ومناقشة بعض الكتب التي تتحدث عن الأديان. كذلك زيارات حقلية وميدانية لبعض المؤسسات وبعض المنظمات وكذلك بعض المواقع التاريخية حتى نعلم أو يعلم هؤلاء الشباب ما تاريخ هذه المواقع. كذلك أيضا من بين البرامج التي لدينا برامج التبادل الإقليمي مع شركائنا في المنطقة، نزور هذه البلدان. زملاؤنا من منظمة أليف في لبنان سيزوروننا في الشهر القادم في العراق، وسيقضون معنا مدة أسبوع وسيلتقون مع الشارع العراقي ويستطلعون على البرامج التي لدينا حتى نستطيع نتعلم من بعضنا البعض. كذلك أيضا عندنا زيارات الميدانية الوطنية للمواقع المقدسة والمواقع الدينية حتى نتعلم من بعضنا البعض. بشكل عام المنهج العام الذي لدينا الذي نستخدمه على المستوى الوطني في كل بلد من هذه البلدان أننا نحاول نركز على الشباب كثيرا، نحاول كذلك أن نثقف
الشباب حول الأديان الأخرى والطوائف الأخرى حتى يتعلموا أكثر وحتى يدعموا أعضاءهم أعضاء المجتمع الذي يعيشون فيه وحتى يكونوا أكثر تسامحا حتى يكونوا أكثر انفتاحا عقليا وأن يكونوا داعمين أكثر لحقوق الطوائف الأخرى وحتى كذلك أن يطلقوا في المستقبل أي مبادرات مجتمعية تساعد في التسامح الديني. ما تعلمناها من هذه البرامج أنها كانت الحقيقة كانت مؤثرة جدا ومفيدة جدا كما قلت لكم لأنه كان هناك نقص في الوعي حول الآخر وعي حول الأديان الأخرى والطوائف الأخرى والحكومات المحلية لا تستطيع أن تلعب دورها المطلوب ولذلك كان دور منظمة المجتمع المدني أن تقوم بهذا الدور ودورها كان حاسما جدا في هذا الميدان. نعتقد هذا البرنامج هو مظلة للشباب في هذه البلدان التي اجتمعوا من خلاله وتعلموا من بعضهم البعض ونرجو أن يكون بادرة لإطلاق مبادرات أخرى في مجتمعاتهم المحلية التي يعيشون فيها في المستقبل. نسيت هنا أن أنسى شيئاً واحداً سنجار. أظن أن يجب أن تختتم حوارك. You have like one or two minutes left. لديك فقط دقيقة دقيقتين أن تختتم ما لديك بسرعة أرجوك. النقطة الوحيدة التي أريد أن أذكرها هنا في الوقت الذي في يقوم فيه الشباب بهذه البحوث حول هذه المواضيع التي على سبيل المثال حقوق الأقليات الموجودة في النظام التعليمي في العراق وفي لبنان كانت نتائج هذه البحوث على سبيل المثال تم استخدامها في حملات المناصرة التي يقوموا بها. إذن الشباب اجتمعوا مرة ثانية بناء على التوصيات التي خرجوا بها من وراء هذه البحوث قاموا بتحويل هذه التوصيات إلى حملات مناصرة وكنا قادرين على أن نبني علاقات جيدة وقوية ما بين هؤلاء الشباب وما بين السلطات المحلية في كلا البلدين حتى يجتمعوا مع بعضهم البعض وأن يتطرقوا لمعالجة قضايا وحقوق الأقليات في النظام التعليمي. هذا ما كان ما لدي. الآن سأتيح المجال الآن لزملائنا الآخرين لطرح الأسئلة والأجوبة. شكرا لكم. شكرا لك سنجار وأعتذر فعلا على مقاطعة أو من الصعب جدا فعلا أن نقدم الكثير أو تستعرض الكثير من استراتيجياتي في وقت ضيق ولكن قد نبدو أننا قد تأخرنا نوعا ما ربما لدينا فقط 5 دقائق للأسئلة والأجوبة لا أعلم هل نستطيع أن نبقى في هذا الصدد. سنستمع الآن ما هي الأسئلة التي ستطرأ لنا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أجوبة تستطيعون أن ترفعوا أيديكم أو تكتبوها في صندوق الدردشة. جوزيفينا ترفع إصبعها ربما لديها سؤال. جوزيفينا أرجو منك أن جوزيفينا ستكون لا أستطيع أن أرى أسئلة أخرى. جوزيفينا هي الأولى أرجو أن ترفعوا أيديكم إذا كان لديكم أي سؤال. تستطيعون أن تضغطوا على تلك الإيموجي الصغيرة وتستطيعون أن ترفعوا الأيدي. جوزيفينا ماذا من لديكم أسئلة من لديه أسئلة أخرى بالإضافة إلى جوزيفينا؟ لا يوجد أيدي مرفوعة. إذا تعاونا نبدأ مع جوزيفينا وبعد ذلك إذا كان لم يكن لدينا أسئلة سنأخذ الأجوبة بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة أخرى. في البداية قبل تقديم نفسي أريد أن أهنئك فعلا بالجميع كميسر لهذه الجلسة كنت قمت بعمل رائع جدا وكذلك لكل المتحدثين أريد أن أشكركم جميعا الحقيقة كانت معلومات ثمينة جدا. اسمي خوزيفينا ريفيرا من كولومبيا وأنا أنتمي إلى إلى التحالف الدولي لمواقع ضمير. أنا مؤسسة منظمة تسمى وأنا أنتمي كذلك إلى الكثير من المجموعات الدينية الموجودة على مستوى التعليم وكذلك على المجتمع سؤالي هو التالي أريد أن أعلم أكثر من كل واحد من المتحدثين الثلاثة ما هو الدعم وما هي حالات الصد التي تلقيتموها
من القادة الدينيين والسلطات المحلية في أعمالكم، حالات الدعم وحالات الرفض. شكرا لك جوزيفينا. سأسأل كذلك سيلفيا إذا كان لديك أي سؤال، تفضلي ترفعين يديك حتى يكون لدينا هذين السؤالين ونستعرض الأجوبة بعد ذلك. سيلفيا تفضلي. بنجامين، أريد كذلك أن أثمن أو أكرر ما قالته جوزيفينا في شكر المتحدثين في عروضهم الثلاثة. الآن تسمعون الآن نباح كلبي من خلفي، أعتذر عن ذلك. أعتقد أن هذه العروض التقديمية رائعة جدا وقدمت لنا نظرة عن عمل مؤسساتكم الثلاثة في سياقاتكم المختلفة، ولذلك شكرا جزيلا لكم وشكرا لبنجامين على إدارتك لهذه الجلسة. سؤالي إلى السيد سنجار. سعيد جدا أن نلتقي بك. ذكرت أن الحوار كأداة تستعملونها في عملكم. كما تعلمون أننا في التحالف الدولي لدينا تركيز على استخدام الحوار. أحب أن أسمع منك كثيرا حول موضوع الحوار. كيف تتواصلون أو كيف تعقدون جلسات الحوار الدينية؟ أريد منك أن تسلط الضوء أكثر. هل هنالك أي أسئلة أخرى إضافية أم سنعود إلى المتحدثين الرئيسيين؟ لدينا هرمين تحب أن تجيب؟ هرمين تقول أن هل يمكن أن نعيد سؤال جوزيفينا مرة أخرى؟ جوزيفينا هل تستطيع إعادة سؤالك مرة أخرى؟ أنا سعيدة لكي أعيد السؤال مرة أخرى، سأقوله بطريقة بطيئة إذا كانت هناك مشكلة في الترجمة. أريد أن أسألكم كلكم، لكل واحد من المتحدثين، ما هو الدعم الذي تلقيتموه من القادة الدينيين المختلفين؟ ما هو الدعم الذي تلقيتموه وكذلك ومن الحكومات والسلطات المحلية؟ وأيضا ما هي حالات الرفض التي تلقيتموها من الأشخاص أو الأطراف التي ذكرتها لكم، سواء كانوا قادة دينيين أو الحكومة؟ ما هو الدعم الذي تلقيتموه وكذلك ما هي حالات الرفض والصد التي تلقيتموها من هذه الأطراف؟ وأعني بذلك سائر أنواع القادة الدينيين وأعني كذلك السلطات المحلية. أرجو أن سؤالي واضح الآن. الآن أصبح سؤال واضح. هرمينة تقول إذن السؤال لكم الثلاثة، وبعد ذلك سؤال لأستاذ سنجار أو سنجار حول موضوع الحوار. سنبدأ بالترتيب العادي، هرمينة مفيدل بعد ذلك سنجار. في الحالة الهولندية نتلقى الكثير من الدعم من القادة الدينيين. نحن في المتحف نتعامل مع الجميع، نحاول أن نتواصل مع سائر أطياف الناس، وكذلك القادة القادة الدينيون يدعمون في أعمالهم عن طريق الإجابة على الأسئلة وكذلك عقد الحوار. نفس الأمر، هنالك الكثير من السياسيين في بلدنا الذين يرغبون to be involved in religious diversity أن يكونون مشاركين في وداعمين للتنوع الديني بشكل عام، لأن هذه القضية هي قضية رأي عام وأولوية في الساحة الهولندية. ويتواصلون دائما هؤلاء السياسيون مع المنظمات ومع المتاحف واللجان التي تركز اهتمامها على هذا الجانب. إذن من الحكومات ومن القادة الدينيين، الحقيقة نحن متيقنون ونعتقد بشكل جازم أنهم يدعمون هذا الموضوع ويدعمون هذا العمل، لأنه هنالك بعض السياسيين في هولندا يحاولون أن يقسموا الناس، يحاولون أن يحدثوا شرخا ما بين الناس، يقسمونهم بناء على المسيحيين أو يهود أو غيرهم من الطوائف.
ولأنهم يريدون أن يسلطوا الضوء. يريدون أن يقولوا للمسلمين أنهم ليسوا جزء من التراث المسيحي لهذا البلد. هذا ما يحدث في مجتمعنا الهولندي ولا زالت تستمر، ولذلك مهم جدا أن نركز عليها. وقد يكون صعبا في بعض الأحيان أن تعالج مثل هذه القضايا عندما يكون هنالك استقطاب من بعض السياسيين. هذا هو الوضع في الحالة الهولندية. شكرا لك هيرمينا. مفيدل، ماذا لديك؟ ممكن تعطينا علاقتكم مع الحكومة والقادة الدينيين سواء كان دعما أو رفضا؟ بدأنا في رحلتنا في عام 1996. في تلك الفترة كان المجتمع والسياسيون كانوا منقسمون جدا بشكل كبير. كان الوضع منقسما جدا، وحينها قررنا حينها أن نستمر في أعمالنا وأن نوثق ما لدينا. الصوت غير واضح من عند مفيدل. عندما بدأت بنغلاديش قد استقلت، ولكن كل البرامج التي قمنا بها نعتقد أنها ذات قيمة. قمنا بعقد أقضي زيارات لهؤلاء القادة ولهؤلاء الناس الموجودين في السلطات المحلية. لم تكن الرحلة صعبة، ولكن كثيرا من الدعم قد تلقيناه من كلا الطرفين. هذا هو المبدأ الأساسي التي نعمل فيه، وبناء صداقة مع هؤلاء الناس ومع هؤلاء الأطراف. كذلك أيضا بالإضافة إلى زياراتنا للمدارس والمؤسسات المعلية، نعطيهم معلومات ونعطيهم بيانات أنهم جئنا هنا أن نقول لهم جئنا من أجل التاريخ ومن أجل الثقافة التاريخية. غالبية مدراء المدارس والمشرفين على المدارس يستقبلون، وكانت هنالك بعض حالات الرفض، ولكن بشكل عام المناخ العام هو مناخ داعم، يدعموننا في ولذلك جهد متحفنا هو متحف مهم جدا في هذا الصدد. ولكن حقيقة لم يحدث هناك أي انتهاك أو تحدي جدي بالنسبة لنا، لأن هنالك أهمية للتسامح والقبول للآخر في الساحة البنغلاديشية. ولذلك أقول أننا دائما أن هنالك الكثير من المشاكل في المجتمع البنغلاديشي التي نسعى دائما مع شركائنا لحل هذه المشاكل، وسنستمر في هذا المشوار، وسنستمر في هذه الرحلة، ودائما نحاول أن نعزز القوة بالتعاون مع شركائنا عن طريق الصداقة والدعم الذي نتلقاه من الشركاء المختلفين. سأقول هنا أن الأمر مختلف من بلد إلى آخر، لأننا نحن نعتبر المتحف على أنه متحف للجميع، ولذلك نحن في موقع جيد على الناحية الوطنية وعلى الناحية السياسية. شكرا مفيد. لدينا سانغار سؤالين لك. شكرا لكم أعزائي. إذا في متعلق بالسؤال الأول حول صعوبات from the religious بالنسبة للقادة الدينيين، أعتقد أنهم منقسمون. نحن نحصل على الدعم من القادة الدينيين من المجموعات الأقليات، لأننا نعمل على شملهم في كل شيء وانخراط شيء، ونقاتل ونناضل من أجل حقوقهم. هذا لا يعني أننا لا نقوم بدعم حقوق الأغلبية، ولكن يعني أننا المجموعات الأقلية الدينية والأقليات الدينية هي منفتحة أكثر على التحدث معنا. كلما دعوناهم وكلما احتجنا إلى دعمهم فهم دائما هم مستعدون للتعامل معنا. والأغلبية هم من المسلمين، الغالبية العظمى من قدر المسلمين هم منقسمون، هم أحيانا قد يكونون متطرفين أحيانا، لا يريدون أن يشملون المجموعات الإسلامية الأخرى. عندما أقول أنهم متطرفين
أي أعني أنهم لديهم فقط تفسيراً واحداً للدين، لذلك يقوموا قبل الأمور الأخرى. إذن نحن نعرف أننا لا نكون قادرين على أن نقود أو نذهب إلى أحد هذه القادة، على هؤلاء القادة، ونسأل دعمهم كما ذكرت، لأنهم لديهم ربما بعض الآراء المختلفة، لأنهم نعرف أنهم سوف يرفضون ما سنقترح عليهم. في من ناحية أخرى، القادة الدينيين الأخرى بين المجتمعات الدينية المسلمة هم منفتحون وهم يقدرون عملنا ويقومون بدعمنا، وأيضا يقومون بدعم جلسات الحوار ويشاركون معنا ويشاركون في معسكراتنا الصيفية ويلقون المحاضرات ويلقون الخطابات. هذا هو الفرق بين القادة الدينيين في هذه بين هذه المجموعات الدينية المختلفة، وحتى بين بعض المجموعات الدينية المحددة، بين اليزيديين مثلا، هناك بعض الحالات الخاصة بدأت بعد عام 2014، حيث يعني هم الضحايا. أنا أقول الكثير من اليزيديين تم تعذيبهم من قبل آيسس، وآيسس قامت بخطف بناتهن واغتصاب نسائهن، وهناك أيضا بعض الأطفال التي يعني من آباء ينتمون إلى تنظيم داعش. لذلك كيف سيقوم هؤلاء اليزيديون بقبول هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الأطفال الذين ولدوا من آباء كانوا يقاتلونهم؟ إذن هناك بعض القضايا الشائكة والمعقدة حول ما يجب أن نقوم به من خلال بعض المنظمات المجتمع المدني التي تحاول العمل على هذه القضايا. لذلك أريد أن أقول أنه في كل مجموعة دينية هناك بعض الدعم ربما من ناحية وبعض التعقيدات والصعوبات من منطلق آخر. وفيما يتعلق بالحكومة، طبعا هناك أيضا بعض الصعوبات عندما يتعلق الأمر بزيارة الأماكن المقدسة. هناك بعض المناطق التي تتحكم بها الميليشيات، لذلك نحن لا نستطيع الوصول إلى هذه المناطق حتى إذا ما أردنا أن نقوم بزيارة هذه الأماكن المقدسة في تلك المناطق أو هذه المناطق الأثرية والتراثية. والأمر صعب جدا للتقدم على الحصول طبعا إذن لزيارة تلك المواقع من الحكومة. لذلك هذه هي التعقيدات والصعوبات التي نواجهها. أيضا من ناحية أخرى، بعض المؤسسات الحكومية هي على العكس وعلى النقيض من ذلك تماما، فهي خاصة فيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، هم يقومون لديهم قسم يسمى التعايش الديني والذي يتبع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهم يدعموننا دائما، هم دائما يدعوننا لنشارك في نشاطاتهم، وهم عندما كلما يكون هناك بحث يقومون بتزويدنا بالمعلومات ويشاركون بمجموعات النقاش المركز التي نقوم بها، ويشاركون معنا بمؤتمرات وتدريبات ورشاد عمل وغيرها. لذلك هم يقدمون دعما كثيرا لنا ويتعاونون معنا بشكل جيد. لأن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون حتى أنهم يريدون أن يقومون بإعادة بناء دعم ويعني إعادة إعمار بعض هذه وإعادة بناء بعض هذه الأماكن الدينية والأماكن المقدسة، ولكن هناك معارضة طبعا، وخاصة في المتعلق بالأمور بين الطوائف السنية والشيعية، وهناك المشاكل التي تمر على ذلك. ولكن أريد أن أقول أنه بشكل عام الأمور تسير على ما يرام، وسنحصل على المزيد من الدعم. لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالقضية الأمنية، لأن الأحزاب السياسية أحيانا تريد أن تستفيد وتستخدم من كل شيء في مصلحتها. أريد أن أتحدث بإسهاب، ولكن أريد أن أذكر نقطة أخيرة، أنه كان هناك اجتماعا في أحد المحافظات، محافظة الأنبار في وسط العراق. كان هناك مجموعة من الشباب التي شاركت في المعسكر الصيفية، وأحد القادة القبليين الذي كان سنيا أراد أن يتحكم بهذه النشاطات ويقوم يعني نسب هذه النشاطات لنفسه، وكيف أنه يقوم على جمع الشباب وتثقيفهم وإلى آخره. والسؤال الآخر الذي يتعلق بجلسات الحوارية، نحن لدينا كما ذكرت
نحن لدينا جلسات حوارية شهرية حيث نقوم بتوجيه دعوات للقادة الدينيين أو ممثلين عن مجموعات دينية مختلفة حيث يتقدمون وينضمون إلينا للمشاركة بهذه الجلسات الحوارية. أحيانا نقوم بالالتقاء بشكل فيزيائي وأحيانا نلتقي عبر الإنترنت. في غالب الأحيان نختار موضوعا In the Iraqi laws, for example. So that we invite people from different religious groups and they come, everyone talks about their, you know, their opinion and they give recommendations. So then the outcome of these dialogue sessions, most of the time we produce reports and we post on our social media and media outlets. Just to raise awareness about, you know, those issues. Sometimes we invite, you know, victims of a particular case, for example, Yazidis, you know, as I said, they are victims, how they were, you know, their rights were violated during ISIS. So we invite someone from Yazidi community and he or she comes and talks about, hear over their stories. And we exchange ideas about, you know, providing more support for such kind of cases. Sometimes we choose a particular subject about, you know, how the right of minority religious groups can be protected in the religious textbooks in education system in Iraq. So we invite academics from different backgrounds and they give their opinions about this. So these are the main idea about the dialogue sessions, but most of the time, as I said, we produce reports after the dialogue sessions for raising public awareness about the issues. Thank you, Sangha. We have several Muchas comments. Gracias por sus sinceras respuestas. Los felicito porque están abriendo caminos reales, concretos, en un mundo tan convulsionado y confrontado por extremismos, por fanatismos, por fundamentalismos religiosos. Muchas gracias. Los quiero animar, estimular, darles una voz de aliento para que sigan adelante, porque yo creo y estoy convencida que son estos pequeños esfuerzos en los cuatro polos de nuestro planeta los que podrán crearnos un planeta amigable, que como decía muy bien el Papa Francisco, es la casa común de todos. Muchas gracias. Gracias, Josefina, de las palabras. And we're running out of time, but there's one little question. If maybe Hermine can answer it like in 2 minutes, which is from Godefroy. I'm going to read it for you. Basically, he's asking you if you can just pinpoint at one achievement that made you pretty satisfied regarding the work of Our Lord in the Attic about religious tolerance. One achievement, and if you can answer that in 2 minutes, it would be amazing. أعتقد أنني سعيدة جدا بهذا الإنجاز التي استطعنا التوصل إليه من خلال هذه المجموعات. هذا طبعا خاص لأنه الكثير من المتاحف هي دائما تركز على هذه المجموعات المثقفة الطلاب. ونحن اخترنا منذ عدة سنوات أن نتجاهل هذه المجموعات لأن معظم المتاحف تؤسس تريد هذه المجموعات. أردنا أن نتوصل إلى في تلك المناطق من هذه الأنظمة التعليمية في هولندا يجب أن نركز أن المجموعات الغالبة من الأطفال. للأسف الصوت ضعيف جدا. إذن أنا سعيدة أننا استطعنا أن نصل إلى هذه المجموعات لأن الكثير من المدارس التي تتعلق بهذه المتاحف
المجتمع هناك الكثير من الشباب الذين يريدون جزءا من هذا المجتمع وهذا هو طبعا التيار الرئيسي في المجتمع الأطفال الشباب اليوم هم يعني رجال المستقبل لذلك هم يجب أن يقوموا بإدارة ذلك معنا إذن هذا كان جوابي شكرا هناك أيضا تعليق في غرفة الدردشة ولكن للأسف نحن يعني الوقت داهمنا شكرا لكم يمكن أن نجيب على هذا السؤال من خلال البادلت التي ما زالت مفتوحة ويمكنكم جميعا المشاركة فيها ربما يمكنكم أن ترسلوا الرابط إلى البادلت مرة أخرى يمكنكم أن تتفاعلوا هناك حيث لتعليق على هذه الأمور حول الأكثرية والأقلية وإلى ما هنالك إذن سوف ألتزم بالوقت كميسر هذه الجلسة لذلك يجب أن أنهي هذه هذا الحوار الرائع نحن تحدثنا مع الكثير من الناس وطلعنا على سياقات مختلفة وأيضا كنا قادرين على أن نرى بعض الأدوات المشتركة التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بالمناصرة وبعض المعلومات ومجابهات المعلومات الخاطئة ودور التعليم ودور التثقيف وأيضا الوصول إلى نشر التوعية والوصول إلى مختلف أطواقات من الأعلى إلى الأسفل الأسفل إلى الأعلى وأيضا النظر في هذه السرديات التي تشجع على التعايش والتسامح وأيضا طبعا طلعنا على تاريخ من هولندا وأيضا تعلمنا التسامح والقبول وهذا سؤال سوف نطرحه علينا ولذا في نهاية هذا النقاش أريد أن يكون هناك بعض الأسئلة المفتوحة التي يمكن أن نجيب عليها في سياقة مختلفة لاحقا أعتقد أنه مهم جدا أننا عندما ننظر على العمل الذي نقوم به وأعرف أن جميع الأعضاء الذين جميع أعضاء التحالف يتعاملون بهكذا مشاكل بطريقة أو بأخرى هناك بعض القضايا التي تتعلق بها الصراع بشكل إيجابي بمعنى أنه أنا لست أتحدث عن العنف ولكن أتحدث عن العنف كشيء يمكن أن يدفع الأشياء بالاعتراف نحن نحاول أن نبحث عن الطرق التي نقول تعمل لتحقيق السلام والتسامح أحيانا الصراع نفسه يمكن أن نظر إليه على أنه شيء يمكن مشاركته ويمكن من نعتبره نقطة ننطلق مع بعضنا البعض خلالها أو بعدها يجب أن ننظر بشكل طبيعي لهذه الأمور نعرف كيف أننا نعمل في ونسعى لتحقيق السلام والتسامح وهذه النقاط ليس فقط نحاول أن نزيلها وهذا الأمر طبعا سمعت هذا النقاش هنا شكرا لكم جميعا وشكرا لجميع أعضاء اللجنة شكرا لكم أريد أيضا أعتقد أنكم قدمتم يعني خلال هذا الوقت القصير أعطيتونا نظرة عامة حول العمل الذي تقومون به ربما سيلفيا جوستين إذا كان لديكم أي كلمات أنا أشكر شكرا لكم لالتزامكم بالوقت في حديثكم ومحاضراتكم وشكرا أيضا جوزفينا أنا أيضا أوافق على ما ذكرتيه وسوف أنظر سأعتبر ما ذكرتيه كلامي سوف أنظر لك شكرا شكرا لك بنجامين أنا أعرف أن ذلك كان مهمة صعبة ولكن قمت بذلك على أتم شكرا لك وشكرا أيضا موسيدول وشكرا سانجر وشكرا لكم جهيرلين وشكرا لكم جميعا عملكم رائع جدا وسيساعدنا كثيرا في دفع جهودنا لدعم التسامح الديني بين الأديان وجهودنا